السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الأكارم، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من بلادي الفضائية. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ النشرة بأبرز عناوينها. العبادي يرسل نسخة من الإصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري المرتقب إلى الكتل السياسية، والحكيم يطالب بمعايير واضحة لضمان الانسجام. على هامش مشاركته باجتماع وزراء الخارجية العرب، الجعفري يؤكد أن الحشد الشعبي قوة رسمية تقارع الإرهاب والتطرف. احتجاجات لأهالي تازة تقطع الطريق بين كركوك وبغداد وتطالب بإجراءات أمنية عاجلة لوقف القصف الإرهابي على الناحية. وبعد تحريرهم من داعش الإرهابي، أهالي منطقتي الزنكورة والقرية العصرية غرب الرمادي يتسلمون مساعدات إنسانية. في تفصيلات هذه النشرة، أهلا بكم. أرسل رئيس الوزراء حيدر العبادي وثيقة الإصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري إلى الكتل السياسية. بيان لمكتب العبادي كشف أن الوثيقة تتضمن 10 ملفات إصلاحية، فضلا عن المعايير الخاصة باختيار مجلس وزراء مكون من شخصيات كفؤة وتكنوقراط، مبينا أن الحكومة المقبلة معرضة لتقييم الشامل، وينصب عملها على مكافحة الفساد وتطبيق الحزم الإصلاحية في مختلف قطاعات الدولة. كما أمهل العبادي الكتل المشاركة بالعملية السياسية حتى الأربعاء المقبل لتقديم مرشحها لشغل المناصب الحكومية في التعديل الوزاري المرتقب. رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم أكد أن التعديل الوزاري يجب أن يكون مدروسا وضمن معايير واضحة، داعيا الكتل المنضوية في الحكومة لتقديم خيارات ضمن مواصفات علمية وصولا لفريق وزاري منسجم. التغيير الذي نسعى للاتفاق عليه مع إخوتنا وشركائنا يعتمد على أن يكون تغييرا مدروسا وضمن معايير واضحة، وأن يقوم الأخ رئيس مجلس الوزراء باتخاذ حزمة من التغييرات المهمة في عملية إصلاحية واحدة كبيرة ومحسوسة، تبدأ بتغيير مجموعة من المواقع الوزارية، ويطلب من القوى السياسية المشاركة في الحكومة بتقديم خيارات جديدة ضمن مواصفات ومعايير علمية يضعها سيادته، وصولا إلى فريق وزاري منسجم مع رؤيته وتطلعاته للمرحلة القادمة. النائب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر أوضح أن شروط المعايير التي وضعها رئيس الوزراء حيدر العبادي لإجراء التعديل الوزاري المرتقب مهنية وواقعية. جعفر بيّن أن اختيار الوزراء الجدد سيكون من داخل الوزارة والجامعات، شرط أن لا يكون شخصية بارزة بأي حزب من الأحزاب ولم يتسلم أي منصب سابق، مشيرا إلى أن هذه المعايير ستقدم ضمن وثيقة التحالف الوطني الإصلاحية، وستشمل أيضا حلولا لتردي الواقع الاقتصادي والزراعي والصناعي، مضيفا أن هذا الأمر سيحسم خلال 48 ساعة المقبلة. ما زال موضوع حكومة التكنوقراط يشوبها الكثير من علامات الاستفهام في ظل الأوضاع السياسية المتوترة التي تشهدها البلاد. مراقبون شددوا على أن الابتعاد عن اعتماد الولاءات والمحسوبية والمنسوبية أهم عناصر نجاح هذه الحكومة. حكومة التكنوقراط هي ما يجري الحديث عنها الآن في الأروقة السياسية العراقية سرا وعلانية، لكن التساؤلات التي تطرح اليوم بشكل ملح هي المعنى الحقيقي لمفهوم التكنوقراط الذي يراد بناء الكابينة الوزارية عليه للخروج من موجة الضغوطات التي تكتنف المشهد العراقي. نؤكد لكم أننا سننفذ التغيير الوزاري الجوهري قريبا بإذن الله، وسنعرض أسماء وزراء مهنيين وأكفاء لشغل الحقائب الوزارية التي يشملها التغيير
وفق الأطر الدستورية. التكنوقراط لا يمكن أن يعملوا إلا في ظل خطة تنمية أولا، وثانيا حكومة مؤسسات، ونحن ليس لدينا خطة تنمية، وحتى الخطة الكلاسيكية الحكومة غير واضحة، وليس لدينا أيضا حكومة مؤسسات. فيبدو إطلاق هذا المصطلح في الوقت الحاضر وكأن التكنوقراط حال هو محاولة لاحتواء موجة، لاحتواء أزمة. العمل بالأجندة الحزبية الفئوية من قبل أغلب الكتل السياسية ووزرائها هو حجر الأساس الذي أشارت إليه الرؤى التحليلية في مسوغات الفشل الحكومي، وقراءة ما بين سطور هذه الرؤية تدل على أن التكنوقراط لن يأتي بجديد إذا لم يتم مغادرة الولاءات الحزبية والكتلوية. هل المشكلة الحقيقية اليوم في الحكومة العراقية هي مشكلة اختصاصات وكفاءات، أم أن المشكلة هي مشكلة عدم تعاون الكتل السياسية مع رئيس الوزراء، وأيضا مسألة أخرى وهي العمل بالأجندة الحزبية وليس العمل بالبرنامج الحكومي؟ إذا ما أريد تدارك مستجدات ومستحدثات الواقع السياسي والكابينة الحكومية، لابد أن تكون هناك مقدمات رصينة تولد من خلالها بشكل طبيعي نتائج إيجابية تتبع مقدماتها التي وضعت بشكل علمي وعملي مدروس. يتحدثون عن حكومة تكنوقراط، لكن سيل التساؤلات ينهال حول ماهية هذا المفهوم وسبل تطبيقه، فضلا عن معطيات المشهد العراقي ومساحة النجاح فيها لمثل هذه الحكومات. فراس الفوادي، بلاد الفضائية، بغداد. يبدو أن تعديلات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الوزارية ستدخل مرحلة التحديات الصعبة من قبل الشارع العراقي والكتل السياسية، في حين سترتبط عملية إسنادها ودعمها بمجموعة شروط تركز مجملها على جدية تلك التعديلات ومدى نجاحها. حسين أحمد. تنفيذ الإصلاحات لا بد أن يتم بالتعاون وليس من خلال فرض سياسة الأمر الواقع. تحديات جسام وصعوبات تبلغ ذروتها، خطاب رئيس الحكومة وجرعة التطمين والتحذير التي وجهها إلى الجمهور والشركاء السياسيين، سرعان ما لاحقتها ردود الأفعال المساندة، لكن وفق حزمة من الاشتراطات، فغضبة الجماهير بحسب المراقبين قد آتت أكلها، ويجب أن تتاح مساحة للإدارة الحكومية في إبراز جديتها إزاء مشروعها الإصلاحي. اليوم أن ننتظر من الحكومة وننتظر من البرلمان إصلاحات في ظل ضغط مستمر، أنا أعتقد لا يخدم العراق ولا يخدم العملية السياسية. اليوم نحتاج إلى سقف زمني، ونحتاج إلى أن تكون هناك مشاركة جماعية. اليوم يجب أن الحكومة والبرلمان يشارك مع النخب، مع النشطاء، مع المتظاهرين، من خلال تشكيل لجان، من خلال تشكيل هيئات مستقلة لوضع أطر ووضع دراسات ومحاور وبحوث حول الإصلاحات. حالة الاستياء العامة لدى الجمهور قد لا تخفف من حدتها الوعود التي طالما وصفها الشارع العراقي نسخة خطابية يلهج بها أغلب المسؤولين، لكن حقيقة تحديات البلاد كثيرة، والدفع باتجاه التصعيد قد يجلب الوبال على الجميع، ووفق هذا المنطق يجب أن يتحدد مسار التظاهرات في المقبل من الأيام. حقيقة الشعب أيضا يريد أن ينظر إلى قضايا ملموسة وحقيقية، يعني أيضا الشعب سئم من موضوع الشعارات والوعود اللي عادة تطلق هنا وهناك، ولكن الشعب يريد إجراءات حقيقية ملموسة. توفير مناخ هادئ للإدارة الحكومية أمر قد تجمع عليه الأوساط في الوقت الراهن، لكنه قد لا يطول كثيرا، فالبذخ في إعطاء الفرص لرئيس الحكومة يجب أن يستثمر استثمارا أمثل، وأن لا يتوقع أن الجماهير ستقف تحت نافذته وتلقي الشعر في حال فشل في تحقيق ما وعد به. أغلب الآراء تجمع على ضرورة أن تعطى الإدارة الحكومية فرصة مشروطة من أجل تنفيذ آليات الإصلاح المعقدة حسب وصف الأخيرة، لكن وفق جدول زمني محدد وإجراءات ملموسة وعاجلة. من بغداد، حسين أحمد، قناة بلادي. إذن مشاهدينا، ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية الآن النائب عن التحالف الوطني علي العلاق. أهلا بك أستاذ علي. بداية أسألك عن أبرز النقاط التي تضمنتها وثيقة رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الإصلاحات والتعديل الوزاري المرتقب والتي قدمها مؤخرا إلى الكتل السياسية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكما أختي الكريمة، وتحية للمشاهدين الكرام. لك التحية. نعم، بالأمس وزعت المذكرة التي أعدها سيد الوزراء إلى الكتل السياسية، وكما تفضلتم يفترض خلال أسبوع من استقبالها واستلامها من الكتل السياسية أن تعيد
آرائها وملاحظاتها كي يتم التفاوض النهائي حول المضمون الأخير الذي يتم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية. بلا شك أن هذه المذكرة اللي أنا عبر عنها أو وثيقة التفاهم حول التغييرات تشمل بالأساس المعايير التي على أساسها يتم اختيار الوزراء الجدد. حددت الوثيقة عدد من المعايير، ومنها أن يتمتع الوزير بلياقة عالية في رسم توجهات والسياسات العامة لوزارته، وأن يكون لديه قدرة على التحليل السياسي والرؤية السياسية، وأن يكون أيضا لديه قدرة على إدارة الوزارة بشكل فاعل، وأن يكون مديرا ناجحا، وأن يكون أيضا من الجانب الفني والمهني يتمتع بكفاءة عالية فضلا عن نزاهته. نعم. هذه فجملة من المواصفات اللي وضعت من قبل خبراء ومستشارين وتعرض يعني بها تفاصيل، هذا يعني دا أعطيكم العناوين العامة والأساسية. أيضا تحدثت عن أيضا معايير الاختيار ما العناوين والمناصب الأخرى اللي هي المدراء العامين والوكلاء والمناصب والدرجات الخاصة. نعم. وآلية اختيارهم. وأيضا تحدثت عن ما أنجز من الوثيقة الوطنية. تدرون أن الكتل السياسية الآن تتساءل عما أنجزه السيد رئيس الوزراء والحكومة، حكومة السيد العبادي، ما أنجزته من الوثيقة الوطنية التي أقرها وصوت عليها مجلس النواب أثناء التشكيلة الوزارية في يومها الأول، وأيضا البرنامج الحكومي أيضا أعطت هذه الوثيقة الجديدة رؤية عن مقدار ما أنجز وسينجز يعني في القريب العاجل. طيب، هذه النقاط التي ذكرتها أستاذ علي والتي تضمنتها هذه الوثيقة، يعني هل للتحالف دور في إنجازها أم أن العبادي هو من أنجز كل هذه النقاط؟ تعلمون أن السيد العبادي منذ مدة ليست بالقصيرة، يعني منذ أشهر وإلى الآن، طبعا هو وضع حزم إصلاحية متعددة، عندما رسم الخارطة الجديدة للإصلاحات في حزمتها الجديدة بدأ جولة من الحوارات مع كل الكتل السياسية. نعم. بدءا من التحالف الوطني الذي ينتمي إليه دولة القانون اللي هو جزء من عدها، ومن التحالف الوطني بلا شك باعتبار دولة القانون هي جزء من التحالف الوطني، وخلال جلسات متعددة استمع إلى وجهات نظر حول أهم الإصلاحات التي يمكن تقديمها، ولعل تغيير الوزاري يعتبر محور الأساس في هذه الإصلاحات. نعم. ثم أيضا حصلت لقاءات مع باقي الكتل، اتحاد القوى والإخوة الكرد، وأيضا لقاءات عقدتها الرئاسات الثلاث بحضور قادة الكتل السياسية. هؤلاء جميعا قدموا رؤى وتوجهات وملاحظات حول حزمة هذه الإصلاحات، جمعها السيد رئيس الوزراء، وأيضا استفاد من المستشارين والخبراء والقانونيين اللي عنده في مجلس الوزراء. نعم. ورسموا هذه الخارطة الجديدة اللي هي تعتبر إلى الآن مسودة، يعرضها على الكتل السياسية وينتظر الإجابة خلال الأسبوع. إذن يعني أنت تقول بأن كانت هناك مشاورات مستمرة ما بين الكتل، وبالتالي خرجت هذه الوثيقة والتي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي. إذن ما هي العقبات أستاذ علي التي تحول دون تحقيق هذا المشروع، وأيضا هل سيخرج البلاد في القريب العاجل من هذه العقبات وهذه الأزمة؟ ربما كانت العقبات في البداية، في بداية المفاوضات، حيث كان هنالك حوار وجدل حول لون ونوع التغيير الوزاري بالذات. نعم. هل هو تغيير شامل يشمل كافة الوزراء، أم هو تغيير على نحو التعديل؟ السيد رئيس الوزراء استقر رأيه الأخير على أن مبدئيا يعني رؤيته أن يصير تغيير جوهري يشمل عدد معتدبي من الوزراء وفي مختلف المواقع الأساسية، بحيث يلمس المواطن أن تغييرا حقيقيا قد حصل في الوزارات، وخاصة الوزارات اللي ربما عليها جملة من الملاحظات. بعض الآخر كان يرى أن التغيير جزئي، البعض ربما كان يعترض على المساس بوزاراته، هذه كانت جملة من العقبات الأولى. لكن أعتقد الآن بعد حوارات مكثفة استطاع السيد رئيس الوزراء أن يذلل هذه العقبات ويصل إلى المديات الأخيرة. نعم. أسمي أنا الشوط الأخير، وأن يفترض بالأيام القليلة المقبلة أن نرى اتفاقا سياسيا عاما على هذه الإصلاحات. إذن أنت تطمئن المواطن العراقي بأنه سيخرج من كل ما يمر به البلد؟ أنا أؤمن بأن هذه الإصلاحات ستكون خطوة للأمام كبيرة جدا. نعم. في على تعزيز خصوصا مكافحة الفساد اللي هو طيب. يعتبر أهم الملفات الآن المطروحة، غير التغيير الوزاري في هذه الوثيقة الجديدة، مسألة مكافحة الفساد والخطوات الجادة والجريئة في مكافحة الفساد، واللجان العليا القضائية وهيئة النزاهة اللي اختيرت وتم انتخابها لمعالجة هذا الملف. إذن شكرا جزيلا لك النائب عن التحالف الوطني علي العلاق، كنت ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك. سلمكم، أهلا وسهلا.
قلل معنيون من أهمية خطوة بيع السندات الوطنية من قبل البنك المركزي في معالجة الأزمة المالية كونها لا تساهم بإنعاش المشاريع الاستراتيجية. صباح حكيم. الأزمة المالية الراهنة والعجز الذي أصاب الميزانية بسبب تدهور أسعار النفط لم تتأثر بخطوات الدولة الاقتصادية التي اعتبرها اقتصاديون خجولة لا تحمل أي جدوى يمكن لها القفز من حالات الاختناق للتنفس التدريجي، آخرها بيع سندات وطنية من قبل البنك المركزي وبخمس فئات في وقت فقدت فيه الثقة بالبنوك الحكومية بسبب عجزها عن سداد المستحقات المالية وخلو خزائنها. لا توجد هناك ثقة بالقطاع الحكومي صراحة وبالمصارف الحكومية، لأنه أنت عندما تطرح هذه السندات المفروض أنه هناك جمهور يستقبلها، لكن أنت إذا تلاحظ أنه من تراجع مصرف ويقول لك أنا ما عندي فلوس أو ما عندي سيولة نقدية، أنت راح تحجم عن الذهاب إلى المصرف وإيداع تلك المبالغ في المصارف. موقف الحكومة الذي لا تحسد عليها وفقدانها السيولة المالية من أجل تمشية أمورها اليومية لن يمكنها وبالطبع من زرع الثقة لدى المواطنين من أجل الاكتتاب وشراء تلك الأسهم التي وضعت بفائدة مالية تقدر ب6%. البنك المركزي العراقي وفق أحصائياته يؤكد أن 77% من الكتلة المالية العراقية هي مكتنزة في المنازل، وللأسف أزمة الثقة بين المواطن والمصارف هي التي سببت إلى هذا الجانب، وعليه يفترض أن يقوم البنك المركزي العراقي بدراسة وافية وتخطيط علمي ومنظم من أجل تطوير عملية تشجيع المواطن إلى المصارف وبالتالي استثمار هذه المبالغ. التخوف الحاصل هو من عدم استخدام آليات صحيحة في سحب المكتنزات المالية من المواطنين عن طريق بيع السندات والاكتفاء بصرف الأموال كرواتب شهرية للكادر الوظيفي بعيدا عن المشاريع الاستراتيجية التي تجلب الأموال للخزينة. وتبتعد الدراسات والحلول الآنية لإنعاش الواقع الاقتصادي العراقي عن الخطط المدروسة لخفض حجم الذائقة المالية وإخراج البلاد من حالة المد والجزر التي يعيشها بسبب أسعار النفط. صباح حكيم، قناة بلادي، بغداد. دبلوماسياً، يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً مغلقاً بجلسة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمشاركة الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية، وذلك لاختيار أمين عام جديد للجامعة العربية. مفد بلادي للقاهرة قال أن ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة شكلوا لجنة وزارية تضم مصر والسعودية وقطر والإمارات لاختيار أمين عام للمنظمة، مبيناً أن المشاورات ما زالت مستمرة لاختيار الأمين العام، وكانت مصر قد رشحت وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط لمنصب أمين عام الجامعة، ولقى ترحيبا من دول الجزائر وتونس والكويت والبحرين. منذ تأسيسها عام 1945 وحتى اليوم تعاقب على رئاسة جامعة الدول العربية 7 أمناء كان أغلبهم مصريو الجنسية في تقليد لم يجد الكثير تبريرا له. أمناء الجامعة العربية منذ تأسيسها في سياق هذا التقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تولى الأمانة العامة للجامعة العربية 7 أمناء منذ نشأتها، وهم الأسماء التالية: عبد الرحمن عزام هو أول أمين عام لجامعة الدول العربية مصري الجنسية، وكان عضوا في الوفد المصري لوضع ميثاق الجامعة، واختير بعدها أمينا عاما يوم صدور الميثاق في 22 مارس 1945. محمد عبد الخالق حسونة ولد في القاهرة عام 1898، اختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1949، ثم وزيرا للمعارف، وفي عام 1952 سمي وزيرا للخارجية قبل أن يتخب أمينا عاما للجامعة العربية. محمود رياض هو ثالث أمين للجامعة العربية، رأس الوفد المصري في لجنة الهدنة المشتركة المصرية الإسرائيلية عام 1949،
كما عمل سفيرا لمصر في دمشق ومستشارا للرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، ثم مندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ثم بعدها وزيرا للخارجية، وبعدها اختير أمينا عاما للجامعة في يونيو عام 1972. الشاذلي القليبي هو الأمين العام الوحيد الذي يشغل هذا المنصب دون أن يملك الجنسية المصرية. ولد في تونس عام 1925، وأسس وزارة الثقافة، وتولى شؤونها وشؤون وزارة الإعلام في فترات مختلفة ومتعددة، واختير أمينا عاما للجامعة عام 1979، واستقال في أغسطس عام 1990. أحمد عصمت عبد المجيد عمل في وزارة الخارجية المصرية، وتولى عدة مناصب في الإدارة المركزية والسفارات، ثم تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرا للخارجية عام 1985. انتخبه مجلس الجامعة بالإجماع أمينا عاما لجامعة الدول العربية في 15 مايو 1991. عمرو محمود موسى مصري الجنسية، التحق بالعمل في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 1958، وعمل في عدة مناصب دبلوماسية، منها مدير لإدارة الهيئات الدولية، ومندوب دائم لمصر لدى الأمم المتحدة، ووزير للخارجية، ومن ثم أمين عام للجامعة العربية عام 2001. نبيل عبد الله العربية تزعم الجامعة العربية منذ 15 مايو 2011، وشغل منصب وزير خارجية مصر في حكومة رئيس الوزراء المصري عصام شرف، كما كان له مشاركات دبلوماسية عديدة، منها ترأسه وفد مصر للتفاوض لإنهاء نزاع طاب مع إسرائيل، وكان أيضا مستشارا قانونيا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978. ضمن جهوده الرامية لمكافحة الفكر التكفيري، التقى الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية شيخ الأزهر أحمد الطيب من أجل توحيد الخطاب الديني في مواجهة التطرف والإرهاب وضرورة تقريب وجهات النظر لمحاربة الطائفية. أحمد عماد. التقى وزير الخارجية العراقية الدكتور إبراهيم الجعفري بشيخ الأزهر أحمد الطيب، ناقش الجانبان أهمية توحيد الخطاب الديني لمحاربة الإرهاب، ويقع ذلك على عاتق المؤسسات والهيئات الدينية برفض الإرهاب وإدانته وإصدار الفتوى التي تحرم قتل الإنسان ومحاربة التطرف. ذكرنا يعني مراجع النجف مواقفهم، وكذلك بزعماء الأزهر الشريف ومواقفهم كذلك، وما نعول عليهم من كأطوات شامخة أنهم يحافظوا على حفظ عرى الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية، ومن خلال هذا الدور المتقدم في الهرمين، الهرم النجفي في الحوزة في المرجعية الدينية والهرم المصري هنا في الحوزة، أكدنا على أهمية هذا الدور، وما نعول عليه أنه كيف يكون مانع ورادع حقيقي من شأنه أن يصد أي تحدي ضد الأزهر الشريف تحدث عن إدانته للأعمال الإرهابية في العراق، مشيراً أن البيان الأخير حول العراق فهم خطأ ولم يسئ للحشد الشعبي، وإنما الإعلام تلاعب بالبيان بحسب قول وكيل الأزهر، فيما أكد الدكتور إبراهيم الجعفري حول ضرورة التنسيق الفعلي لنبذ الجماعات الإسلامية التكفيرية ومحاربة الإرهاب بكافة المناطق. هو ليس تصعيدا، وربما هذه التصريحات يعني فهمت بشكل خاطئ. ما أدانه الأزهر الشريف ولا يزال يدينه وسيدينه متى حدث هو استخدام شماعة التصدي لفصيل المجرم هنا أو هناك والتعرض للمدنيين بالخطر. هذا ما أدانه الأزهر، ولم يدن أشخاصا بعينهم ولم يوجه اتهاما لأحد، وإنما هو يدين المبدأ. الوفد العراقي الذي التقى بمشيخة الأزهر أشار إلى ضرورة التنسيق والتعامل بجدية لتقريب وجهات النظر بخصوص القضايا التي من شأنها تحارب الطائفية وتعمل على روح التعاون الإسلامي المبني على أساس التعاون ومحاربة الإرهاب.
نبذ الطائفية ومحاربة الأفكار الإرهابية والتكفيرية المتطرفة، أبرز ما جاء بلقاء وزير الخارجية العراقية الدكتور الجعفري بالشيخ الأزهر، أكد على ضرورة التعاون المشترك بين أطياف الشعب العراقي للخروج برؤية مشتركة من أجل السلام والأمان. من الأزهر الشريف في القاهرة، أحمد عماد، قناة بلادي. نبقى في القاهرة، لضم معنا عبر الهاتف من هناك مفد بلادي الفضائية إلى مصر الزميل أحمد عماد. أحمد، بداية مرحبا بك، ما آخر مستجدات المشاورات المغلقة لجامعة الدول العربية حول اختيار أمين عام جديد للمنظمة؟ تفضل. حياك الله. على طبعا لك التحية. انتهت الجلسة المغلقة أو الجلسة الخاصة في وزراء الخارجية العرب، نحن الآن بالتحديد في القاعة الرئيسية للاجتماعات يعني المعلنة. الآن وزراء الخارجية استلم المهام الجديدة في الدورة الجديدة، وزير خارجية البحرين خالد الخليفة، ومن استلمها من وزير الخارجية الإماراتي، وكذلك تحدث يعني وزير الخارجية الإماراتي على دور يعني الجامعة العربية في ضرورة مكافحة الإرهاب، وكذلك التطرق إلى المسائل العربية والمشاكل العالقة في المنطقة. بعدها سلم الرئاسة إلى وزير الخارجية البحريني. وزير الخارجية البحريني الآن تحدث قبل قليل عن دور الجامعة العربية ودور الأمين العام الجديد الذي سوف ينتخب بعد قليل. أيضا تحدث نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية المنتهية ولايته، تحدث عن دور الجامعة أبان فترة توليه للمنصب وكيف كان هو الدور آنذاك. تحدثوا بشكل مفصل عن الوضع في المنطقة في سوريا، تحدثوا أن ضرورة الحل يكون سياسي في اليمن. أيضا هناك وجهات نظر عرضت الوضع في العراق أيضا ومكافحة الإرهاب. الآن يتحدث مباشرة في القاعة نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية، يتطرق إلى مسألة التعاون العربي المشترك وأن مصير العرب هو واحد ولا بد أن نتفق على صيغة عمل مشتركة. لكن الأبرز في ذلك أن هناك مشكلة حدثت، وأن دولة قطر امتنعت إلى الآن عن التصويت للمرشح أحمد أبو الغيط. هذا ما عرفناه خلف الكواليس، أن قطر امتنعت عن التصويت، والتسريبات الأولية ومصادر خاصة نقلت أن وزير الخارجية القطري قال نحن لن نصوت على أحمد الطيب على أحمد أبو الغيط، لأن أبو الغيط سابقا قد أساء لدولة قطر بحسب قوله وتهجم على تميم وعلى أمير قطر، وبالتالي الآن قطر تتحطم. وحاول مجلس التعاون الخليجي يعني كسر الجليد، ولكن إلى الآن يبدو أن قطر متحفظة عن التصويت. نعم على نعم. متحدثا إلينا عبر الهاتف من القاهرة مفد بلادي الفضائية إلى مصر زميل أحمد عماد، شكرا جزيلا لهذه المعلومات. أكد قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي أن مدينة بعقوبة مستقرة من الناحية الأمنية. العزاوي بيّن أن ما حصل من احتجاجات حدث فيه بعض الأخطاء من خلال قطع الطرقات وإحراق الإطارات، لكنها لم تتجاوز على أي مواطن، ولم يحدث أي إغلاق لأي دائرة حكومية، داعيا أهالي ديالى لعدم الوقوع في فخ المغالطات والأكاذيب والإشاعات التي يروج لها البعض بهدف ضرب النسيج المجتمعي. يستمر أهالي المقدادية باعتصامهم المفتوح إلى حين تنفيذ مطالبهم المتمثلة بتعويض ذوي الضحايا وإعفاء القادة الأمنيين المقصرين في حادثة تفجير قاعة القدس التي راح ضحيتها عشرة المدنيين بين شهيد وجريح. محمود التميم. لليوم الثالث على التوالي يشارك الآلاف من أهالي قضاء المقدادية بالإضافة إلى شخصيات عشائرية ودينية من مختلف مدن المحافظة بالاعتصام الشعبي دعما لمطالب ذوي ضحايا مزارة قاعة القدس التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء، بينهم قادة في الحشد الشعبي ساهموا بشكل كبير في تطهير المحافظة من سطوة داعش. الدنيا قلبوها، هن جوامع تفلشن ومو احنا اللي فلشناهن، ما يجي يزور عوائل الشهداء لأكثر من 70 شهيد.
احنا اعتصاماتنا اليوم الثالث مستمره، جابت نتيجه جابت، ما جابت احنا بالنسبه لنا نسويها ثوره نعطل الحياه بدياله تماما، من ست شوارع قاعدين لا شغل لا عمل، وهالعيشه هم نريدها بعد. مطالب عده حملها المعتصمين منها اعاده الفوج الذي كان يحمي القضاء قبل ان يتدخل نواب بصوره مباشره لنقله، بالاضافه الى محاسبه النواب الذين تدخلوا بالملف الامني وهم من كتله رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، ايضا تعويض ذوي الضحايا بالدرجه الاساس واستبدال القاده الامنيين ومحاسبتهم. اللي احنا رايدينه هو تعويض ضحايا التفجير الارهابي الجبان، واحنا مستمرين بالاعتصام، والمطلبنا الثاني هو تغيير القيادات الامنيه اللي بدياله. من ضمن المطالب هناك سياسيين قاموا بعمليه التحريض بنقل القوات الامنيه وكذلك تحريض العنف الطائفي في قضاء المقداديه، ومن هؤلاء السياسيين هم برلمانيين سليم الجبوري وكذلك نهدى الدايني ورعد الدهلقي. يذكر أن جميع الطرق الرئيسة داخل القضاء قطعت بسبب تنظيم هذا الاعتصام الذي صنف الأكبر من نوعه في المحافظة دعما لمطالب ذوي الضحايا بالتفجير ليستمر وبحسب المعتصمين لحين تحقيق كافة المطالب. من محافظة ديالى محمود التميمي، قناة بلادي. إذن مشاهدينا ينضم معنا عبر سكايب مراسلنا في ديالى محمود التميمي، أهلا بك محمود. إذن ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية في المقدادية، وهل تمت الاستجابة فعلا لمطالب اعتصام حادثة تفجير قاعة القدس؟ تفضل. نعم زميلتي، مرحبا بك وبكل مشاهدي قناة بلادي. أهلا بك. يعني حقيقة لا زال الاعتصام مستمر لأهالي المقدادية وأهالي الضحايا من الذين نعم. استشهدوا وجرحوا بالتفجير الأخير والتفجيرات التي سبقت هذا التفجير. يعني حقيقة يعني كلما تأخرت الجهات المعنية بتنفيذ مطالب المعتصمين المشروعة كما يراها جزء كبير من أهالي محافظة ديالى، كلما ازداد أعداد يعني المعتصمين وأسرارهم بالبقاء معتصمين لحين يعني تنفيذ المطالب، وهي إعفاء القادة الأمنيين المقصرين بالخروقات الأمنية ومحاسبتهم، وأيضا التحقيق معهم، أيضا يعني محاسبة من قام بالضغط المباشر من النواب بتغيير القطعات الأمنية واستبدالها بأخرى. يعني هذه القطعات لا تعرف شيئا عن القضاء، مما أدى إلى هذه الخروقات الكبيرة التي حدثت في قضاء المقدادية. أيضا المطلب الأهم هو يعني تعويض ذوي الضحايا والجرحى بأسرع وقت، وإرجاع الفوج الذي حمى هذا القضاء وشارك بتطهير قضاء المقدادية في السنوات الماضية من عصابات داعش. حقيقة زميلتي، يعني قبل قليل يعني ارجاع يعني تم تغيير عفوا يعني او اعفاء قائد الفرقه الخامسه اللواء علي فاضل عمران، وهو احد المقصرين بحسب المعتصمين، واستبداله بالعميد الركن عبد الهادي الزيدي ليكون احد المطالب قد تحققت للمعتصمين، ولكن سيظل هذا الاعتصام لحين تحقيق كافه المطالب بحسب أهالي الضحايا والمعتصمين في قضاء المقدادية. حقيقة يعني ما نراه من تصعيد إعلامي كبير، حقيقة الجميع هنا في ديالى ليس فقط المعتصمين مستغربون جدا ومستاءون من هذا التصعيد السياسي من قبل نواب متهمين هؤلاء أصلا بعملية التفجير في المحافظة، ليس فقط في المقدادية، أيضا الاستغراب من هذا التصعيد الإعلامي لبعض القنوات الداعشية كما يسميها المعتصمون، يعني وأصبح أهالي ديالى معظمهم يطلقون عليها نفس التسمية لخبثها وكذبها يعني طيب. الواضح على الشارع العراقي. هذا التصعيد يعني تعود عليه أبناء المحافظة حقيقة، لذلك لا يستطيعون بتصعيدهم الإعلامي والسياسي هذا إرجاع المحافظة إلى المربع الأول. حقيقة يعني لا وجود لأي ما تناقلته هذه الفضائيات من مظاهر مسلحة إطلاقا، ولا وجود لعمليات تهجم على دوائر الدولة أو المواطنين إطلاقا، بدليل أن أغلب السياسيين من النواب المتعاطفين مع الاعتصام كما هو الحال لجميع أبناء المحافظة وانتماءاتهم، وحتى محافظة ديالى السيد مثنى التميمي، الجميع متواجد وسط هذه الاعتصامات منذ اليوم الأول. يعني فهل من المعقول أن تكون مظاهر مسلحة داخل هذه الاعتصامات؟ أيضا من يحمي هذه الاعتصامات؟ قوات أمنية فقط مع وجود قيادات أمنية. نعم محمود، اتضحت الصورة. نعم. إلى الآن مفادنا إلى ديالى محمود التميمي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أحداث المقدادية الأخيرة في ديالى كشفت ازدواجية بعض الكتل السياسية على حساب المكونات والأقليات في المحافظة، ف
فموقف اتحاد القوى يهدد التعايش السلمي بين المكونات ويلوح بتحجيم دور الحشد الشعبي في ديالى بحسب مراقبين. عمر العمري. وحدهم يغردون خارج السرب السياسي والحكومي، ووحدهم يعزفون على أوتار الطائفية. هكذا وصفت مواقف اتحاد القوى العراقية القضية بتدويل أحداث المقدادية الأخيرة في محافظة ديالى. مواقف قيل إن الغاية منها لا تصب في المصلحة العليا للبلاد، بل إنها أقرب إلى المصالح الحزبية والفئوية الضيقة. كيف لا وأن هذا التصعيد يؤسس لمرحلة جديدة تهدد التعايش السلمي بين أبناء المحافظة. جهال علني بقضية التدويل. طبعا نعرف عندما حقيقة نطالب بالتدويل معناه هذا التقسيم، وأنا أتعجب على بعض الأسماء اللي كانت تدعي العروبية والوحدوية وإلى آخره تتجه هذا الاتجاه اللي يدعو للأسف للتدويل، يعني للتقسيم، وهذه أعتقد شعارات مرفوضة من الشارع العراقي. غاية وأهداف سياسية وراء تصعيد اتحاد القوى العراقية حيال أحداث المقدادية، لعل أبرزها تقسيم البلاد على أساس طائفي. هنا يبرز الحديث أيضا أن الهدف من تدويل ما جرى في المقدادية من أحداث أمنية يكمن في إضعاف الحشد الشعبي وتحجيم دورهم في ديالى. هناك هجمة شرسة يعني مبينة ومبغتة على قوات الحشد الشعبي بكافة المناطق التي تحررها من قبل عصابات داعش الإرهابية. هذه الهجمة حقيقة وراءها جهات إقليمية تعمل عليها ليلا ونهارا من أجل إضعاف الحشد الشعبي ومن أجل إخراج الحشد الشعبي من المناطق التي حررتها، وخاصة في مناطق المقدادية وديالة وباقي المناطق الأخرى. ولم تكتفي قيادات اتحاد القوى العراقية بتدويل مطالبهم، بل ذهبوا بعيدا ليطالبوا بحماية دولية للمكون السني في محافظة ديالى، متناسين ما يتعرض له التركمان وأبناء المكونات الأخرى من استهدافات أمنية. التصعيد واللعب على حبال الطائفية هي لغة الحوار لدى اتحاد القوى العراقية الذي يسعى إلى تدويل أحداث المقدادية في محاولة لكسب عطف المجتمع الدولي. من بغداد، عمر العامري، بلادي الفضائية. أيضا انضم معنا عبر الهاتف من ديالى محافظ ديالى الأستاذ مثنى التميمي. سيد مثنى، بداية مرحبا بك. يعني هل الأوضاع مستقرة وآمنة في المحافظة؟ من هو المسؤول عن تكرار الخروق الأمنية خصوصا بعد تفجير قاعة القدس؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكل يعلم أن الحادث الإجرامي الذي طال مجلس الأعزاء في قاعة القدس ذهب ضحية أكثر من 40 شهيد وعشرات الجرحى. هذا الحادث المؤلم هو الثاني خلال شهر في قضاء المقدادية، ولد حقيقة جرح عميق لدى أهل المقدادية، وولد صدمة جديدة وصفحة من صفحات الأمن التي عقبتها اعتصامات لأهالي ذوي الضحايا الشهداء وأهالي المقدادية الكرام، ونصبوا اعتصامات في عدد كبير من مناطق المحافظة. إلا أنه اليوم بعد أحداث أمس اليوم صار هنالك لقاء لوجهاء القضاء وعشيرة ملتميم إلى توحيد الاعتصامات في مكان واحد في المقدادية. اليوم الوضع الأمني في المحافظة وضع جيد جدا ومستقر. الدوائر على كافة الدوائر المركزية في المحافظة والدوائر في الأقضية والنواحي دوام بشكل طبيعي وطبيعي جدا. القوات الأمنية اليوم أخذت موقعها بشكل مركزي حسب التوجيهات اللي قدمتها للأخ قائد الشرطة والأخ قائد العمليات، واجتمعت اليوم مع السيد قائد عمليات، والإجراء الذي اتخذ السيد دولة رئيس الوزراء بضرورة تفعيل الأمن في المقدادية بشكل خاص وبديالة بشكل عام. طيب أستاذ مثنى، يعني هل تتهمون جهة ما في محاولة التحريض على العنف وإيقاع الفتنة الطائفية بين أبناء المحافظة؟ وحقيقة في نهاية 2014 بعد أن شمر سواعد الحشد الشعبي والقوات الأمنية في تحرير المحافظة من تنظيمات داعش الإرهابية، سعى هذا التنظيم البغيض إلى إثارة الفتنة وضرب المناطق الآمنة، وخصوصا المناطق التي لها علاقة في تحرير المحافظة بشكل مباشر، اللي هي مناطق خان بن سعد والخالص والهويدر ومناطق بلدروز، واتبعتها تفجيرات القضاء المقدادية. هذه العمليات الإجرامية كان الهدف منها هو إعادة
المحافظة إلى الاقتتال الطائفي وما خطط إلى تنظيمات حزب البعث البغيضة وتنظيمات القاعدة الإسلامية هو العمل على سحب البساط من تحت الحكومة وجعل التناحر الطائفي والشد الطائفي هو السائد في المحافظة. لكن صار أبناء المحافظة من كل الطوائف وخصوصا شيوخ العشائر وعوائل الشهداء أصروا على أن اللحمة الاجتماعية والتعايش السلمي فيما بين مكونات المحافظة وخط أحمر نعم في هذا الشيء، وإنما حتى قناة بلادية كانت متواجدة خلال 3-4 أيام الماضية، وشهدت وشهد مراسلكم هي روح الحقيقة التعايش وروح الإصرار على عدم خلق فجوة في بين مكونات محافظة ديالى لدى عوائل الشهداء، عوائل الشهداء فوق مصيبة. وهذا ما يتمناه الجميع. متحدثا إلينا عبر الهاتف الأستاذ مثنى التميمي محافظ ديالى، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. أمنيا أيضا قتل 8 إرهابيين من داعش كانوا يرمون إطلاق صواريخ جنوبي كركوك باتجاه تازة. مصدر أمني ذكر أن قوة أمنية تابعة للحشد التركماني منتشرة قرب السواتر في ناحية تازة تمكنت من استهداف آلية تابعة لداعش في قرية بشير محملة بالصواريخ ومعدة للإطلاق باتجاه الناحية، ما أسفر عن قتل 8 إرهابيين. احتجاجا على تعرض مدينتهم لقصف بصواريخ تحمل غازات الكلور والخردل، تظاهر أهالي ناحية تازة التابعة لمحافظة كركوك وهددوا بإطفاء أكبر محطة كهربائية في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم. هاني الشيخلي. بعد تعرض ناحية تازة لقصف بالصواريخ والقذائف التي تحمل مواد كيميائية سامة من غاز الخردل والكلور وارتفاع أعداد المصابين إلى أكثر من 500 شخص بإصابات مختلفة بينهم نساء وأطفال وشيوخ. كنت هنا من بيتنا جاني صاروخ ضربونا من قرية بشير وما كنا نعرف بش اسمه مادة كلور. واحنا طلعناه وكان بالمنطقه وخفنا يصير يعني يدبون علينا ثواني. قلت البارحه ضاربين الكاتوشه مسمم وعلى عيون الاخ. نعم. ايه هو اخرس ما عنده يعني ما عنده لسانه اخرس عيونه بحالته تعبانه ويذب مي شو اسمه مي من عينه. ثبت عنهم ان الماده التي كانت في الصواريخ هي ماده الخردل، غاز الخردل. كما تعرف هذه الماده ماده سامه ومحرمه دوليا. اما بالنسبه للعدد فاعتقد انه تجاوز المئات، يعني 400-500 حالة ما بين حالات خفيفة وحالات شديدة. اهالي الناحية واحتجاجا على الصمت الحكومي ازاء معاناتهم نظموا تظاهرة امام دائرة الكهرباء الغازية لفصل الكهرباء عن الشبكة الوطنية مهددين بقطع الطريق بين بغداد وكركوك. دخلنا بالمحطة استجاب لنا مدير دائرة كهرباء وقطع الكهرباء عن بغداد ونمهل الدولة أسبوع رئاسة الوزراء إن لم يستجب لمطالبنا لتحرير قرية بشير وإيقاف القصف العشوائي على تازة سوف يشلون جنازتنا من شارع العام. أوقفنا هذه الشبكة وإن لم يستجيب الحكومة لمطالبنا خلال ساعات القليلة المقبلة فسوف نقوم بقطع الطريق العام المؤدي من بغداد إلى كركوك أي الفصل الجنوب عن الشمال. قادة الحشد الشعبي قوة التركمان أكدوا بأنهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء الاعتداءات التي تستهدف الناحية. نحن كحشد الشعبي من حول الشمال نقول لإخواننا المتظاهرين نحن مع جميع المطالب المتظاهرين مع هذا الاتهام الذي وجهوه بأن صمت القيادات الحشد الشعبي، ونحن نقول إن الحشد الشعبي منذ اليوم الأول مع الشعب العراقي ومع إخواننا المتواجدين في تازة وفي قاطع بشير ونحن نقف معهم ولكننا لسنا صامتين. من ناحية تازة جنوبي مدينة كركوك، هاني الشيختي، قناة بلادي. إذا ينضم معنا عبر سكايب عمار كهية مسؤول مكتب تيار الإصلاح الوطني في كركوك. بداية أهلا بك أستاذ عمار، هل ثبت أن الصواريخ التي سقطت على ناحية تازة مؤخرا تحمل مواد كيميائية، وأيضا هل من إجراءات أمنية لمنع قصف العائلات الآمنة هناك؟ تفضل. هي إن ما يبعد بشير عن ناحية تازة هو 3 كيلومتر فقط، أي مسافة قريبة بإمكان استخدام الغاز أو الصواريخ
الذي يتجاوز مقياس هذه الناحية تأثير الأفراد ما يزيد عن 20,000. نعم. ناحية غزة ما يقارب 14,000 امرأة وطفل وعجوز ورضيع. هؤلاء جميع هم تحت إرهابي داعش. للأسف هم يناشدون. نعتذر منك لرداءة الصوت. في سياق ذي صلة، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن عصابات داعش الإرهابية لا تمتلك غاز الخردل الكيميائي. المتحدث باسم العمليات العميد يحيى الزبيدي قال إن من غير السهل حصول داعش على غاز الخردل لأنه خطير جدا ويحتاج إلى إمكانات تقنية للحصول عليه، وبينا أن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهودها للتأكد من هذا الموضوع. أكد قائد شرطة الأنبار لواء هادر زيج أن حنكة القوات الأمنية وخبرتها وتعاونها وراء تحرير منطقتي الزنكورة والقرية العصرية في عمليات نوعية. زيج كشف هروب عشرات الدواعش من المنطقتين إلى قضاء هيت. خلال 48 ساعة منذ مشروع بعملية تحرير المناطق زنقورة، منطقة القرية العصرية وهذه المحور الغربي، قامت به الأبطال من جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي وأبناء الحشد العشائري وأفواج طوارئ الشرطة والشرطة، والحمد لله تقدمت القوات الأمنية بكل نصر وبكل فخر واعتزاز وحررت هذه المناطق، والحمد لله وفقنا ولن نعطي جريح أو شهيد واحد من هذه في هذه المعارك. هذا يدل على شيء، يدل على حنكة وقدرة وسيطرة القوات الأمنية بالسيطرة على العدو داعش، بالإضافة إلى هروب العدو داعش الإرهابي من مناطق الذي كان يتواجد بها والذي كان يراهن بأن هذه المناطق ستكون عصية على القوات الأمنية. في غضون ذلك وصلت مساعدة إنسانية للعوائل التي كانت محتجزة لدى عصابات داعش الإرهابية في منطقتي الزنقورة والقرية العصرية غرب مدينة الرمادي. الأهالي أشادوا بجهود القوات الأمنية في تحريرهم من الزمر الإرهابية، مؤكدين أن داعش كانوا ينقلونهم من مكان إلى آخر كدروع بشرية بعد أن حرموهم من الطعام والمستلزمات الضرورية. الله يوفقهم ان شاء الله. خوش قاموا لنا بالواجب وطلعوا لنا لهنا على منطقه من منطقه الحوز يا من بعال سليمان. وانتم جيتوا حررتونا من هذول، ما قلتوا لهم الجيش يجي علينا خلينا نطلع؟ اي والله ايه والله لكم. شو خافوا من جيتوا؟ شو خافوا وطلعوا؟ ايه تعالوا واجهونا. ايه شو ما جيت؟ شلون طلعوا بالسيارات لو... لا بالسيارات. ركب وين طلعوا؟ ركب سيارته ولا ما ركبها؟ راحوا الهيت. حجر راحوا الهيت. ايه نهزمهم الهيت؟ نهزمهم الهيت. ايش قد نهزمهم؟ اعداد كبيره؟ نهزمهم اعداد كبيره. وعوائلهم؟ عوائلهم وطلعهم. اي زين انتم كانوا يجيبوا لكم اكل؟ لا ما يجيبوا لنا. يجيبوا لكم اكل؟ محاصرين كنا. النشرة مستمرة وتتابعون فيها. الجيش السوري سيطرته على تلة التركس في ريف حمص الشرقي، وبوتين يعد الهدنة بداية للتسوية السياسية في سوريا. وقائد الثورة الإسلامية يرحب بالانفتاح على دول العالم كافة ويحذر من تغلغل صهيوني أمريكي إلى إيران. We'll be right back.
لكم تحية مجددا سادتي الأكارم. نفتح الملفات العربية والدولية. إذ سيطر الجيش السوري على تلة التركس خلال تقدمه في التلال السود غرب مدينة القريتين في ريف حمص الشرقي. مصدر أمني قال إن الجيش سيحقق تقدما خلال عملياته العسكرية داخل منطقة التلال السود غرب مدينة القريتين في ريف حمص الشرقي، وسيطر على تلة التركس، مشيرا إلى أن الاشتباكات مع إرهابي داعش في المنطقة أوقعت عشرة القتلى والجرحى في صفوفهم. سلم فريق العمل الإنساني التابع للأمم المتحدة مساعدات لعشر مناطق من إجمالي 18 منطقة محاصرة في سوريا خلال الأسابيع الأربعة الماضية. رئيس الفريق الإنساني يان إيجلاند قال إن الأمم المتحدة تعمل على التغلب على العقبات والوصول إلى المناطق الثمانية الأخرى، مشيرا إلى أن المصالحات المحلية في بعض المناطق تسهل عمل إيصال مساعدات إنسانية وتسهل أيضا من جهود إيجاد حل سلمي للنزاع. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهدنة وتطبيق الهدنة في سوريا يعد العامل الرئيس لتحسين الوضع الإنساني في المنطقة، كما أنه يشكل خطوة مهمة على طريق التسوية السياسية للأزمة السورية. تصريحات بوتين جاءت في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيتراباس. ركزت المحادثات على سير تسوية الأزمة السورية وقضية الهجرة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، وشدد الجانبان على التركيز على ضرورة تطبيق نظام وقف إطلاق النار في هذا البلد. إلى ذلك، قتل جندي لبناني وثمانية مسلحين من داعش الإرهابي باشتباكات وقعت شرقي البلاد قرب الحدود مع سوريا. مصدر أمني قال أن اشتباكات دارت بين مسلحين والجيش اللبناني في مرتفعات جرود رأس بعلبك وإلى الشمال من عرسال، مشيرا إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عنصر في الجيش وسقوط ثمانية جرحى آخرين، بالإضافة لثمانية قتلى للمجموعات المسلحة. سجل الجيش اليمني واللجان الشعبية انتصارا واضحا في معركهم ضد مرتزقة العدوان السعودي، حيث أحبطوا محاولة زحف للمرتزقة في محافظة تعز وسط قصف لمواقع وتجمعات العدوان في مارب. تطورات ميدانية متسارعة يحققها الجيش اليمني واللجان الشعبية في معاركهم ضد مرتزقة العدوان السعودي، حيث أحبط الجيش واللجان محاولة زحف للمرتزقة باتجاه تلة الخزان في مديرية كرش بمحافظة تعز، في وقت يواصلون تحرير عدد من المواقع في المحافظة التي تقع جنوب غربي اليمن. وتتصل هذه الجبهات بجبهات أخرى تمتد إلى مديرية الواعزية وحيفان وعلى طول الحدود الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية لتعز. أعداء الله بالزحف علينا من تبة الخزان محطة البركاني، وقمنا بصدهم وتكبيدهم العديد من الخسائر في الأرواح والعتاد. إلى ذلك، أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان صاروخا باليستيا جديدا من نوع قاهر واحد على تجمعات قوى العدوان والميليشيات التابعة له في معسكر تداوين بمحافظة مأرب. في مقابل تلك الأحداث، يواصل العدوان السعودي قصفه المدنيين العزل، إذ استهدفت طائراته منازل ومساجد ومنشآت عامة. ففي محافظة صنعاء قصفت طائرات العدوان معسكر الحفاء شرقي العاصمة، كما استهدفت منطقتي المدراج والمدفون بمديرية نهم ومعسكر العقروب في مديرية خولان. تم استهداف مسجد الربيعي، ونقول لهم نحن صامدون ونحن لهم بالمرصاد. على من يستهدف الآثار بأن ليس له لا حاضرا ولا مستقبلا ولا يمتلك أي آثار. وعاودت طائرات العدوان استهداف مديرية دروان أنس بغارة جوية في دمار غربي اليمن، وأشنت غارة على منطقة ذيفان بمديرية ريدا في عمران شمال غربي البلاد. أما في حجة شمالي اليمن، فشنت طائرات العدوان غارتين منفصلتين على مديريتي حرض وميدي، فيما شنت أربع غارات على مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب وسط البلاد.
قضت محكمة بحرينية ببراءة 9 من رجال الشرطة من تهمة الاعتداء بالضرب والتعذيب على 13 معتقلا بحجة عدم وجود أدلة كافية وفق تأكيدات لمنظمات حقوقية ودولية. ليس من المستغرب أو الجديد ما قامت به مؤخرا إحدى المحاكم المسيسة من تبرئة 9 من منتسبي الأجهزة الأمنية من تهمة الاعتداء والتعذيب على 13 معتقلا، فهذه هي سياستها منذ بداية الثورة الشعبية السلمية، ولطالما برأت غيرهم قبل ذلك. تعود الحادثة إلى مايو 2013 حيث ادعت النيابة على 9 من عناصر الداخلية بالاعتداء على 13 موقوفا ضربا بالأيدي والأرجل والعصي الخشبية، وأفضى الاعتداء إلى حدوث إصابات بالمجني عليهم أدت إلى عجزهم عن أداء أعمالهم لأكثر من 20 يوما. كل الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد والتعذيب والاعتقال وغيرها كانت فقط توجه لطرف واحد، للشعب وقادته ومفكريه ورموزه الدينية، والسبب قول كلمة أو رأي فيما منتسبو الأجهزة الأمنية، والذين وصلوا أحيانا إلى حد القتل في اعتداءاتهم تخفف أحكامهم إلى أن تتلاشى هذا إن حكموا أصلا. أحكام البراءة تلك عن منتسبي الأجهزة الأمنية يقابله إدانة يومية للقضاء ومن يقف خلفه ويغطيه ويوجهه، فكيف يستطيع القضاء والإدعاء أن يثبت تهما على متظاهرين من بين مئات الأشخاص ولا يتمكن من إدانة واحد فقط ممن ارتكبوا الاعتداءات والتعذيب على المتظاهرين؟ يذكر أن محكمة بحرينية برأت في 24 من نوفمبر عام 2013 المتهم بقضية قتل الشهيد صلاح عباس بسلاح الرصاص الانشطاري، في حين حكمت بالسجن 10 سنوات على 12 معتقلا على خلفية قضايا سياسية. كما أيدت محكمة الاستئناف العليا في 23 من يونيو عام 2013 حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي ببراءة ضابطة من تهمة تعذيب الصحفية نزيهة سعيد، سياسة تعكس الاختلال الفاحش لميزان العدالة في البحرين وتعكس صورة قضاء غير نزيه ومسيس. شن جيش الكيان الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية طالت أكثر من 20 فلسطينيا، وذلك بعد يوم من اتخاذ حكومة الاحتلال الأمنية المصغرة قرارات للحد من الهجمات الفلسطينية. وأوضح مصدر أمني أن جنودا إسرائيليين اقتحموا عددا من منازل منفذي العمليات الأخيرة في القدس وداخل الكيان، فيما قاموا بسحب تصاريح دخول المناطق الإسرائيلية من عدد من أقارب منفذي العمليات. برأت محكمة مصرية 49 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المحظورة من تهم من بينها قلب نظام الحكم والشروع في القتل. وقال محامي المتهمين عبد الله النشار إن محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة شمالي البلاد أصدرت حكمها بالبراءة لعدم اطمئنانها إلى تحريات المباحث وعدم وجود أدلة تثبت الاتهامات الموجهة للمتهمين. قتل 4 من إرهابي داعش وأصيب آخرون بالعملية العسكرية التي أطلقتها القوة التونسية لملاحقة عناصر عصابات داعش في مدينة بن قردان، وذلك بعد يوم من الاشتباكات التي شهدتها المدينة وراح ضحيتها 11 عنصر أمن. وأوضح مصدر أمني أن العملية تركزت غربي بن قردان القريبة من الحدود مع ليبيا التي تشهد انتشارا واسعا للجماعات المسلحة، هذا وتمكن الجيش من كشف خلية تتوكن من 4 أشخاص من المتشددين في مدينة القيروان مختصة في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر بالمنطقة. وفي الشأن الإيراني، حذر قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي من تغلغل الأعداء إلى إيران عبر العديد من السبل ومن بينها التواصل العلمي والثقافي والفني. وشدد السيد الخامنئي على ضرورة إقامة العلاقات مع دول العالم ما عدا أمريكا والكيان الصهيوني. اگر بنا بود اون کسانی که رأی نیاوردن
إننا نحذر من تغلغل الأعداء في إيران عبر العديد من السبل، ومن بينها التواصل العلمي والثقافي والفني. ينبغي إقامة العلاقات مع دول العالم ما عدا أمريكا والكيان الصهيوني، وإن العالم لا يقتصر على الغرب فقط، والذين بدأوا بمعارضة الثورة الإسلامية منذ انطلاقتها ووزعوا الأموال والأسلحة في بعض المناطق الحدودية للبلاد. السبيل الوحيد للتقدم الحقيقي هو تعزيز البنية الداخلية للبلاد على الصعيد الاقتصادي والثقافي والسياسي. ونمضي في جولتنا قدما سادتي الأكارم إلى الأخبار الرياضية مع الكابتن محمد. بعد التحية لك الكلمة محمد. مساء الخير على مساء الخير زهراء، أسعدتم أوقاتا مشاهدينا.